من الكتب المهمة أيضا أنساب الأشراف للبلاذري. طبعا البلاذري نسبة إلى نبات اسمه البلاذر، وكانوا يأكلون في ذاك الزمان من أجل الذاكرة، يحسن الذاكرة. لكن يقولون أن كثرة البلاذر تسبب السويداء، يعني تسبب أن الإنسان قد يجن بسبب كثرة تناول البلاذري. أراد بأنساب الأشراف ليس أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، اللقب الشريف المعروف، وإنما من شرف بنفسه. وتجد منهم كفار لكن شرف بنفسه، قد يكون في الجاهلية مكانته في قومه بأفعاله التي فعلها، حتى ولو لم يكن آباؤه شرفا، آباؤه ربما ما يعني برزوا بشيء، وإنما هو شريف بمآثيره هو. المحقق المحمودي هو من الشيعة الإمامية، وهذا الكلام يعني أنقله عنه، يقول هو كتاب جمع وليس بكتاب تحقيق. أنا أرى أن في نوع من التحامل على الكتاب. أنساب الأشراف تفرد بروايات ليست موجودة عند غيره وبأسانيد أعلى من غيره. لاحظوا أنه توفي 279 هجرية، فعند روايات عالية الإسناد ليست عند غيره. لكن أنا أوافق كلام يعني المحقق في قوله أن فيه من الحقائق وأضدادها جوانب واسعة. بالفعل يعني في روايات متناقضة، هذا شيء طبيعي، أي كتاب تاريخي كما ذكرت قد يتناقض تاريخيا في مثل هذه المسألة. نأتي إلى كتاب العمدة المشهور في التاريخ لإمام المؤرخين كما يعني يطلق عليه، الإمام محمد بن جرير الطبري، كتاب تاريخ الرسل والملوك، والذي عرف بتاريخ الطبري. طبعا الفريد في تاريخ الطبري أن كل الكتب الجمعية الموسوعية المشهورة تنقل عنه. كيف؟ البداية والنهاية للإمام ابن كثير ينقل عنه في فترات التاريخية. طبعا مع أن الإمام ابن كثير إمام ناقد معروف هذا الأمر، ويتتبع أحيانا الروايات ويعلق على بعض القضايا، لكن بصورة عامة كروايات تاريخية هو يأخذ عن الإمام الطبري ما ذكره إمام الطبري، مع أحيانا إسقاط الأسانيد. وبشكل كبير كإسقاط أسانيد كان الإمام ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ. الكامل في التاريخ الفترة اللي يذكرها الطبري كلها وأنت مغمض العينين مأخوذة من الطبري. ابن الأثير التي ذكرها كلها مأخوذة من الطبري. ولهذا يعني من المضحك حقيقة أنك تقف عند بعض الطاعنين بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما يكتب كتابا أو مقالا ويضع لك في الهامش تاريخ الطبري البداية والنهاية الكامل في التاريخ، ويسطر لك 20 مرجع وكلهم مصدرهم واحد، كلهم يأخذون من الطبري. وأحيانا تجده يعتمد على الكامل في التاريخ، لماذا؟ وما ينقل لك عن الطبري، لماذا يا أخوة؟ الطاعن في الصحابة، لأن بدون إسناد، لأن ابن الأثير أسقط الإسناد واعتمد على أن الرواية ذكرها الطبري، وذكر هذا في مقدمته، فخلص ينقل منه ويقول لك هذا مذكور في التاريخ وكتب التاريخ عندكم،